يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبتي. عادي شاطر معاي؟ إيه تفضلي حبيبتي. يا شالله. إيش يطالك؟ أدواء صحية، أدواء صحية. إيش داخل تفشلين الله لا يوفجك. أسبانيا. شنو يعني أسبانيا؟ لها معنى. بلد أسبانيا. لها معنى. اسم البلد لها معنى. والله إسبانيا ما يحضرني بصراحة. كلش. أبداً. أبداً. ولا نشير. ما في بعد اختيارات عندكم؟ للأسف. وأفضل اختيارات عشان الواحد يقدر يعني يختار. روح هناك. خلاص ما أعرف. ما أعرف بصراحة. حبيبتي حياك الله حياك الله. بعد عمري. ولا الشيلانية أنت؟ خشوف إذا في مشاركة هناك نشوف لأن أخذنا عوائل 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 أطفال مراهقين شباب. أوكي بس خلينا نشوف الحين. أنا أسفة أنا أسفة. كنت راح ادعمها كنت راح اطيح. صف النيه لها كف على وجهك. السلام عليكم يعطيكم العافيه. عادي شاركم معي خليه بالنص. السؤال يقول بعطيكم محاولتين على بنكم اثنين. اوكي السؤال يقول اسبانيا ديره ندري شنو معنى اسبانيا؟ معنى اسبانيا ما ادري والله كنا والله هو انا اللي اعرفه انه جلد الكنغر. لا هو جلد بس مو كنغر. صح قربت. صح اجابتك صحيحه. عشان تعلم مني. اجابتك صحيحه خليني عشان الهدايا. الابتكار للأقمشة الرجالية قدموا لك هذه القطعة فرعهم الوحيد موجود خليك قاعد فرعهم الوحيد موجود في بلوكات رقمهم 22472272 عليك بالعافية. عندنا من هيربل سبا هذا الكوبون والجلسة المجانية غني عن التعريف مكانهم بكل أرجاء الكويت عليك بالعافية. عندنا من مسابح أبو عدنان لكشخة عنوان مسابح المليفي رقمهم 99629006 عليك بالعافية هذه السمحة. عندنا هذا الكوبون بقيمة 50 دينار من شركة ديفند لتلميع ووقاية السيارات مكانهم بالري خزمي جمال أبنيوز رقمهم 468454. عندنا من أطياب المرشود كذلك الغني عن التعريف واللي أفرع من تشرب كل مكان هذا العطر المميز. وعندنا كذلك من فيكتوريا بيوتي صالون للسيدات يقدمون هذا الكوبون رقمهم 5471300. عندنا كذلك من AIA للأحجار الكريمة والألماس يقدمون لك هذه الهدية اللي هو حجر الميزانايت أخو الألماس بالضبط ما في فرق دير بالك لا يضيع. وعندنا من شاليهات بوشهد للإيجار يقدمون ليلة من شاليهات بوشهد لمدة ويكند رقمهم 992333 عليك بالعافية. عندنا من عطورات ميلر يقدمون لك هذه المرشات العجيبة وهم غني عن التعريف وأفرع متواجدة في كل مكان. عندنا هذا الكوبون من مطعم دايت أب للوجبات الصحية رقمهم 5591526 عليك بالعافية. نظارات بلازا أو بلازا أوبتكس يقدمون لك هذه الهدية اللي هي عبارة عن عدسات. عندهم فرع بالفروانية وبالأفنيوز وبالكوت رقمهم 962-39-43 عليك بالعافية. مبروك فزت وياهم من كارباث ديتيلينج كوبون غسيل سيارة من شركة كارباث رقم 696-36-6 عليك بالعافية. عسل 3 بيز للعسل الطبيعي ذو الخواص العلاجية والمناعية قدموا لك هذه الهدية أو هذا العسل رقمهم 9016-50 عليك بالعافية. وعندنا من طيف الإمارات في العطور المميزة والجميلة جدا وعليها مدفايد فرعهم الوحيد موجود في ذا جيت مول في الطابق الثالث أو الرابع عليك بالعافية. هذا الست بعد وكانت هذه هدايانا. يعطيك بالعافية مشكلة ما قصرت عليك بالعافية. إسباني شنو معناها؟ أرنب جلد الأرنب. أرد أخذهم؟ لا قلنا شنو؟ جلد الأرنب. جلد الأرنب إيه؟ أرنب لا مو أرنب جلد الأرنب هو قال تمساح عفية إيه؟ ما قال تمساح بلى أنت ذاكرتك لحوية كنغر. قال كنغر إيه تعلم مني كنغر تمساح كلهم في أستراليا. شكرا يعطيك العافية. إذا أسبانيا معناها جلد الأرنب خلنا نطلع نشوف السؤال الجاي شنو بيكون ومع منو ومنو بيجاوبه صح ومنو بياخذ الهدايا.
وانتم بخير ورمضان مبارك. هذه اول حلقاتنا في برنامجنا جد ولعب، وراح تعودون عليه طوال فترة شهر رمضان المبارك على قناتنا العدالة، قناة الاي تي في. شوفت عينك ترويني يا لطف. الله كلامك حلو. ويت هاد يا عبي. جد ولعب هالسنة مميز، راح يكون في اجواء مختلفة وهدايا متنوعة. خلنا نطلع نشوف أول حلقاتنا اللي راح نعرضها إن شاء الله، ومحتضننا فيها ومستضيفنا البوليفارد في السالمية. خلنا ندش المجمع مع بعض ونشوف الأجواء شون صايرة. أتمنى تكون أول حلقة تنال على رضاكم وإعجابكم وترضي غرور متابعتكم الكريم. خلنا نروح. يا خوخ يا عربوط يا عنب يا تين يا ترنج يا رمان يا بردقانة، دق يا شاهي موز ما سمدانة يا بردقانة، دق يا شاهي موز ما سمدانة يا بردقانة يا بردقانة يا بردقانة يا بردقانة. طبخة منقفة يا نعم أطراف يمين تكفين دق أجل حالياً. إحنا داخل مجمع البوليفارد في السالمية. خلنا نطلع نشوف أول سؤال اللي هو يخص هذا المجمع بالذات. السؤال عن سنة أو شهر تأسيس هذا المجمع. تبي ولا منك؟ هو راح يكون أكتوبر 2016، بس إحنا بنحاول كثر ما نقدر إن إحنا يعني ناخذ إجابة دقيقة. بس إذا قالوا السنة مثلاً بدون شهر تمام، بس الشهر بدون سنة ما يصير. خلنا نشوف إذا في مشاركات ولا لا. بدنيات لهني. السلام عليكم. مو لازم خلها يعطيك العافية. الله يعافيك. عادي تشارك معاي؟ ما فيش مشكلة. حلو. اخلص. سؤال يقول متى تأسس هذا المجمع البوليفارد؟ أي سنة؟ 1989. لا شكرا يعطيك العافية. 89 وايد قديم. عندهم كلاب. إينا. سلام عليكم. يعطيك العافية. الله يعافيك. تعالوا يا شباب، تعالوا قربوا. ما شاء الله تبارك الرحمن. أولادكم؟ إي حبيبي. الله يخليهم لك يا أمو يا رب. تسلم يا عم. هناي. نعم. اسكتي مشان يتسرق. يا ناوي. حاولوا يعني تكونون دقيقين في الإجابة كثر ما تقدرون، عشان لا نطلع من أول إجابة. أول شيء عادي تشاركوا معي. أوكي حبيبي. ماشي. حلاتك. الله أنت لي حبيبي. شوفي عزبت مبروك جالك ولد. السؤال يقول متى تأسس مجمع البوليفارد اللي إحنا فيه هذا؟ متى تأسس؟ أعتقد من 3 سنين. 3 سنين يعني كم؟ يعني 20؟ 2019 أو 2018. لا قبل العشرين. نعم. ممكن 18. 19 ممكن. 17. كلكم غلط. شكرا يعطيكم العافية. يا كرهك انتي. ويا لعنك ودي اذبحك. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. يما لطيح 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 دمك على فكرة. ايه ده؟ متى
تأسس مجمع البوليفارد اللي احنا فيه اليوم. هاي ويلكم، وين كنتي؟ هلا جيت طالع عم جيب مي. اي عم جيب مي، هني وعافيه. سنه 19 كم؟ 16 1900 وكم؟ لا 2016 2016 2020 تقريبا 2020 2016 2020 زين اي شهر؟ شهر 8 لا. لا شكرا، يعطيك العافيه. انا حمار اللي قاعده معاكم. السلام عليكم، يعطيكم العافيه. منين حبيبتي؟ هلا شلونكم؟ شخبا منو؟ منو؟ مين تحبين؟ الاثنين، الاثنين احبكم الاثنينكم. عادي تشاركي معي؟ اوكي حلو. سؤالي يقول راح اخذ محاولتين بس، اوكي؟ محاولتين عندك بس. سؤالي يقول مجمع البوليفارد، اول شيء انت بسكانه هني؟ سامي؟ بيتي يمين هني، لازم تعرف. انت عايزه تقول اللي انت رايداه وعايزه تتجوزيه؟ اسمه عبد الله. لما بتتقى ليتك نصيب. انا اسمي في اي شهر وعام تاسس البوليفارد اللي احنا قاعدين فيه؟ اي شهر وعام؟ طب بس العام ما يصير عام، لازم أي شهر. اي سنه زين؟ هو اعتقد هو قعد فتره طويله على البنيان. صح على البنيان، صح فتره طويله عشان الحديقه طويله عشان والبحيره والبحيره فاعتقد خلص او افتتح ب 2016. اي شهر؟ شهر خلينا نشوف اي شهر. اكتوبر شهر 10. الجواز كذي سبلت 50-50. يلا خلينا نشوف اول الجواز اللي ربحتوها معانا من فن الابتكار للاقمشه الرجاليه. دشدش معانا فرعهم الوحيد موجود في البلوكات، رقمهم 22472272. هذه اول جائزه. الجائزه الثانيه كوبون بقيمه 100 دينار من ابتسامه كلينك لطب الاسنان، عندهم فرع صباح السالم وفرع السالميه، رقم السالميه 3270000 وصباح السالم 9564. هذا الثاني كوبون ويانا يعني. الجائزة الثالثة من أطياب المرشود الغني عن التعريف يقدمون لكم هذا العطر، عليكم بالعافية. وعندنا من شاليهات بوشهد للإيجار يقدمون لك ليلة من شاليهات بوشهد لمدة ويكند، رقمهم 9923332، عليكم بالعافية. ومن تولان بيوتي صالون للسيدات يقدمون لكم هذا الكوبون، مكانهم صباح السالم قطعة 3، رقمهم 6664010 7 بقيمة 20 دينار، عليك بالعافية. عندنا من مسابيح بو عدنان للكشخة عنوان مسابيح المليفي، رقمهم 99-6-2-90-6، عليكم بالعافية. هذا المصباح. وعندنا هذا الكوبون من 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 بريميوم اوتو، مبروك فزتوا معنا بتأجير سيارة، رقمهم 9-5-2-1-1-3-4، مكانهم بالعرضية الحرفية قطعة 2، عليكم بالعافية. ويلكم. وعندنا من نظارات بلازا، بلازا اوبتكس، عندهم 3 أفروع الفروانيه والكوت والافنيوز عند مكتبه ذات السلاسل، رقمهم 9-6-2-3-9-4-3، يقدمون لكم هذه العدسات. وعندنا كذلك من مطعم ومقهى لمار دعوه مجانيه، عنوانهم جبله شارع فهد السالم، رقمهم 4-3-3-1-3-4-7 او 6-5-1-6-5-6. عندنا كذلك من جلسة ديرما بن، هدية مقدمة من عيادة الدكتورة ميرفة الحناوي. توش قاعد تقولين فيلر. حق سالمية مركز الاتحاد الطبي 606-2-2-3-2 او 51-5-2-7-4-50، عليكم بالعافية، حطيتها هني. وعندنا من هيربل سبا يقدمون لكم هذه الجلسة المجانية غني عن التعريف، مكانة بكل أنحاء الكويت هيربل سبا. وعندنا من AIA كولكشن للأحجار الكريمة يقدمون لك حجر الميزانايت اللي هو أخو الألماس بالضبط، تقدرون تسوونه خاتم أو سلسلة أو غيره، مكانهم في المباركية، رقمهم وين رقمهم؟ رقمهم مو موجود. شكرا. ومن طيف الإمارات
هذا العطر مميز وايد عليه مدح، فرعهم الوحيد الموجود في ذا جيت مول، عليكم بالعافية. عندنا كذلك من باتول فاشن سنتر للبشوت والعبي يقدمون لك هذه الهدية رقمهم 6611-02-07، ومن عسل كريبيز الطبيعي ذو الخواص المناعية والعلاجية يقدمون لك هذيل العينتين رقمهم 9001-06-50-03-B. خلصنا؟ مشكورة. شلون شرح حياتك؟ وشك جميل 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 جدا 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 بدون فلر حبيبتي، والله زي الأبر. صحت أخجل. يعالكم الماح إن شاء الله. كانت هذه المشاركة اللطيفة مع هذه الجمعة الجميلة، الله لا يغيرهم عليهم، جمعة الرفيجات والنساء هذه اللي بالمجمع مع القهوة، الله يديمها عليهم يا رب. خلينا نشوف السؤال الجاي شنو بيكون ومنو اللي بيجاوب عليه. السؤال الجاي نوعا ما نقدر نقول تاريخي، يختص في تاريخ ديرتنا الحبيبة الكويت عن استقلال دولة الكويت، اللي عرفناه ان 25-26 فبراير صار زلقة طيحة على قولتهم، التحرير صار مع العيد الوطني مع عيد الجلوس للشيخ المغفور له بإذن واحد أحد الشيخ عبدالله السالم إذا ما خاب ظني. خلينا نشوف منو ممكن يعرف سنة استقلال دولة الكويت، وللمعلومية 19-6-61 هي الإجابة. حمدي ربك إني ماكو حكومة ولا تنسحبوا جنسيتك. خلينا نشوف المشاركين. السلام عليكم. يعطيكم العافية. ما شاء الله. تعال تعال. لا في في تعال 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 أنت قدام. القصير قدام والطويل ورا. أوكي. عادي تشاركون معي؟ عادي. من أكبر واحد؟ يوسف. أنت أكبر واحد. يعطيك العافية. الله يعافيك. اسم الله عليكم كلكم إخوان؟ لا. لا. أولاد عم. أولاد عم. أرايب. حلو حلو. ليش عم نهيكب وشك يا عمو؟ عشان ما تطلع برا الفكرة وتهرب. السؤال يقول دولة الكويت عيدها الوطني 25-26 فبراير صح؟ نعم. بس هو ما كان 25 لأنه صار في استقلال. الاستقلال في أي سنة؟ استقلال الكويت 1961. لحظة لحظة تعال انت أي صف؟ أنا 11. 11؟ شنو علمي ولا أدبي؟ علمي. علمي؟ وحافظ السنة؟ والله جبت صح؟ يا صح؟ 61 صح؟ فن الابتكار للأقمشة الرجالية دشدش معانا، فرعهم الوحيد موجود في البلوكات، رقمه 22-472-272 يقدمون لكم هذه الهدية. تفضل. عندنا هذه الهدية كذلك من عيادة كارول كلينيك للجلدية والليزر والعناية بالبشرة، يقدمون لكم هذه الجلسة رقمهم 665-11-411 أو 662-11-311. عليكم بالعافية. فريج سويلح يقدمون لكم هذا الكوبون رقمهم 18-428. طبعا افرعهم من تشرب كل الحالة. انت الحين مصدومه؟ انا مصدومه اكثر منك. نظارات بلازا او بلازا اوبتكس للنظارات يقدمون لكم هذه العدسات رقمهم 962-39-43. عندهم 3 افرع بالفروانيه والافنيوز ومجمع الكوت. عليكم العافيه. عندنا هذا الكوبون بقيمه 100 اسنان. عاد عاد 100 اسنان. ما عيد 100 دينار. هذا الحلو تكليته. 100 دينار لابتسامة كلينك لطب الأسنان، عندهم فرعين بالسالمية وبصباح السالم، رقم صباح السالم 9-5-6-4-2
ورقم السالمية 90 ورقم السالمية 72,000. عليكم بالعافية. الله عاد أنا ما أدري شو بتقسمونها بس عادي 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 مو علينا. إنزين أطياب المرشود الغني عن التعريف يقدمون لكم هذا الكادو عطر منهم. تلاقون أفروعهم بجميع جميع الحال الكويت جميع الحال الكويت هيربل سبا الغني عن التعريف واللي عنده برانشز بكل انحاء الكويت منتشر كذلك. تقدرون تروحون تزورون اقرب فرع او تتواصلوا معاهم عبر السوشيال ميديا. مو حاطين رقم تفضل. كوبون بقيمه وزع اخوي انت خايف انت حريص عشان لا احد ياخذ شيء. يا على الكبير لازم العدل. العادل جعده اخر واحد. العاد اخر واحد هو اللي 50 دينار بهذا الكوبون قيمته من شركه ديفند لتنميع وقايه السيارات. مكانهم في الري خلف مجمع الافنيوز رقم 46854. تفضل عطى البابا هذا باتو. عسل ثريبيز للعسل الطبيعي ذو الخواص المناعية والعلاجية يقدمون لكم هالقرشتين من العسل رقمهم 9,156. عليكم بالعافية. بتول فاشن سنتر للبشوت والعبي النسائية قد نسائية سمعت؟ ما له شغل عندي. لا تشيها يقدمون لكم هذه الهدية رقمهم 6611207. تفضلوا شاركيها. ومتى تم استقلال دولة الكويت في أي عام؟ 1961. إذا بضيف على معلومتك إن هي كانت ب 19/6/61 ليش حافظة أنا؟ قول ليش؟ ليش؟ لأن عيد ميلادي 19/6. شكرا لك. الله يعافيك. باي باي. وكان هذا سؤالنا عن استقلال 100 سنة شنو؟ وكان هذا سؤالنا ومشاركتنا الحلوة عن استقلال دولة الكويت في أي عام؟ كان في عام 61. خلينا نطلع نشوف السؤال الجاي ولا خلصوا ثلاث أسئلة؟ خلصنا ثلاث أسئلة، خلينا نشوف مكان نختم فيه أهدى من هذا. وكانت هذه حلقتنا اليوم من بوليفارد السالمية، أتمنى أنها حازت على رضاكم وإعجابكم. كانت المشاركات طيبة وحبوبة ولذيذة ودمها خفيف. شاركونا آراءكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم على هاشتاج جد _ ولعب في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. المقاطع اللي حبيتوها قصوها بدزوا لي اياها. خلي اشوف شنو الجو العام مع متابعتكم لاولى حلقاتنا في موسم رمضان المبارك لهذا العام. اي تي في تحييكم سعد كنعان وعلي ومشاري ومحمد صلاح ومعاكم اخيتكم ساره الخضري. وبس والله جاهزين يلا يا شباب هذا سؤال وعطني جواب. خلك خلك قد التحدي جاوب واربح طوف وعدي. فايز ولا خسران ما عاد تبقى ربحان وما طلع كذا زعلان. يعدها لكم سعد كنعان يجيب جوائز من كل مكان. تدري تدري اكيد تدري تلعب معاكم ساره الخضري. جد جد جد